دمعت الرجال ما تزل دمعت الرجال ما تزل غير خشية غالي فقد كبير فراق على أصحاب وأهل المنزل دمعة الرجال ما تنزل غير خشية اللي ما لنا غيره ولي أو مفارق غالي فقده كبير فارق أصحاب ولا المنزلي لا بكت عني من الدمع الكثير من يلوم العين في فرقة علي دمعة الرجال ما تزل غير خشية اللي ما لنا غيره ولي أو مفارق غالي فقده كبير فارق أصحاب ولا المنزلي لا بكت عني من الدمع الكثير من يلوم العين في فرقة علي والله إمها من فرقة غزير ينتذر منها مثل نظرة دلي يا وجود العين والقلب الكسير والله إن كان الفقيدة من هلي باع نفسه ما طلب راي الشوير دون حد المملكة مستبسلي والله إمها من فرقة غزير ينتذر منها مثل نظرة دلي يا وجود العين والقلب الكسير والله إن كان الفقيدة من هلي باع نفسه ما طلب راي الشوير دون حد المملكة مستبسلي اعتزب ناصر على صوت النذير حارث يفلق ما يفشلي ركبة والشجعان والمقب خطير كل شغم من يبيها الأولي واقدموا للطالب اليوم العسير وامطر العدوان نار تصلي اعتزب ناصر على صوت النذير حارث يفلق ما يفشلي ركبة والشجعان والمقب خطير كل شغم من يبيها الأولي واقدموا الأبطال في اليوم العسير وامطر العدوان نار تصلي نالوا التشريف من رب قدير وارتقوا يوم على عادي تنزلي ما تموت أبطالنا فوق السرير ما رضى غير المكان المعتلي العوض باق الحرارة اللي تطير ما لهم غير الشوامخ مدهلي نالوا التشريف من رب قدير وارتقوا يوم على عادي ما تموت أبطالنا فوق السرير ما رضوا غير المكان المعتلي العوض باقي الحرارة اللي تطير ما لهم غير الشوامخ مدهلي ما بقى في العمر يا الأبطال خير كان ما نملي مقابرهم ملي الوعد يوم عبوس قم طرير والله ناخذ قضاكم يا علي الوعد يوم عبوس قم طرير والله ناخذ قضاكم يا علي ما بقى في العمر يا الأبطال خير كان ما نملى مقابرهم ملي الوعد يوم عبوس قم طرير والله ناخذ قضاكم يا علي الوعد يوم عبوس قم طرير والله ناخذ قضاكم يا علي الوعد يوم عبوس قم طرير والله ناخذ قضاكم يا